de Chine, mesdames et messieurs les quatre dirigeants de ce de China Petroleum Engineering and Construction. Monsieur le Président, directeur général du groupe de Sonatrach. Direction générale de Sonatrach pour prendre part à la ce champ à 10 millions standards mètres cubes jour au nord d'Inabenas. لقد أمضينا اليوم عقد إنجاز بوستينغ المرحلة الثالثة الذي سينجز على مستوى حقل الإنتاج الأرار التابع لناحية السطح الموجود على مستوى ولاية إليزي، وهذا البوستينغ هو ضروري جدا لمصاحبة نضوب المكمل، وهذا يعطينا إمكانية الاستمرار في الإنتاج على مستوى هذا الحقل، وسنضمن إنتاج 10 مليون متر مكعب يوميا على مستوى مكمن الأرار، حيث هذا الإنتاج يعالج على مستوى مركب تصفية الغاز للأرار، والذي هو أيضا ستكون له حجوم أخرى من مكمن أحنات من مكمن تينهرت عفوا، والاستمرار في الإنتاج، وهذا هو يعني التزام سوناتراك بمواصلة الإنتاج بطريقة علمية تكنولوجية وبطريقة مسيرة للمكامن، وإن شاء الله سيدوم المشروع 32 شهر ويدخل في الإنتاج في الوقت المناسب حتى يتسنى لنا يعني مواصلة الإنتاج بطريقة عادية.